إذن مشاهدينا الأعزاء مستمعينا الأفاضل، الانطلاق يستمر والتحدي مستمر على أرضية هذا الميدان، ميدان الوثبة عاصمة الميادين، بانطلاقات الأصالة والتراث وتحديات. هنا تحدياتنا مستمرة وانطلاقاتنا جميلة، وهناك أيضا شوطنا العاشر ينطلق بحفظا من الله وتوفيقه، حمل تحديات الحول المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشتركين في هذا الشوط، ونسير مباشرة لنتابع المراكز المتقدمة في تحدياتنا وانطلاقاتنا الجميلة في هذا المسار الرائع والممتاز. هناك مع مقدمة هذا الشوط والمركز الأول الشاهنية تأتي على قيادة هذا الشوط من هجن الرئاسة راشد بن محمد السم المنصوري، من يتقدم بالمركز الأول، بينما المركز الثاني من يأتي على المركز الثاني. هناك مطفية من هجن الرئاسة بقيادة علي بن يميل الوهيبي، ولكن بدأ التجاوز من الشاهنية، تقدمت من هجن الرئاسة بقيادة هناك محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما المركز الرابع رابع المراكز هناك الانطلاق الجميل من العين، او هناك ايضا الشاهنية من هجن الرئاسة مع متقدم ايضا المضمر محمد العتيق بن زيتون المهيري، بينما المركز الخامس هناك هناك نوف الواصلة على المركز الخامس في هذه اللحظات من هجن الرئاسة علي بن يميل الوهيبي، بينما المركز الخامس هنا في هذا الانطلاق الجميل او سادس المراكز العين من هجن الرئاسة عوض بن مبارك المهيري، بينما المركز السابع سابع المراكز تصل فيه شانية من هجن الرئاسة احمد بن مايد الخيلي، بينما ثامنا الوصول والتحدي من الشانية من هجن الرئاسة راشد بن محمد السم المنصور صوري، والمركز التاسع تأتينا هناك زاهية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع المضمر طارش بن مبارك بالقوبع، بينما المركز العاشر هناك هناك وجنة المتقدمة على المركز العاشر من هجن الرئاسة بقيادة علي بن يميل الوهيبي، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة هذا الشوط مع هذا المسار الجميل والتحدي المثير من هذه الانطلاقات المستمرة الآتي على أرضية هذا الميدان، ميدان الوثبة عاصمة الميادين. إذا العودة إلى الشاهنية، عودة إلى أداء الشاهنية على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول من هجن الرئاسة مع المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ولكن بدأت الشاهنية من هجن الرئاسة مع راشد بن محمد بن سم المنصوري، وتقدمت نوف واسمها يتكون من ثلاثة حروف، فهنا يتقدم على المركز الثالث في هذه اللحظات من هجن الرئاسة مع علي بن يميل الوهيبي، بينما المركز الرابع الشاهنية من هجن الرئاسة أحمد بن مايد الخيلي يأتينا على المركز الرابع في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس فوصول وانطلاق من الشاهنية وصلت على خامس المراكز في هذه اللحظات الجميلة هنا، وتتقدم من هجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما سادس المراكز العين من هجن الرئاسة عوض بن مبارك المهيري. المركز السابع في هذه اللحظات هي الشاهنية المتقدمة من هجن الرئاسة، وياتي المضمر راشد بن محمد السم المنصوري، بينما المركز الثامن مطفية من هجن الرئاسة علي بن يميل الوهيبي، والمركز التاسع مع انطلاقة وجنة المتقدمة على المركز التاسع من هجن الرئاسة مع علي بن يميل الوهيبي، والمركز العاشر تأتينا هناك زاهية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر طارش بن مبارك بالقبع الحميري المتواصل على المركز العاشر في انطلاقاتنا وتحدياتنا الجميلة. إذا مشاهد مشاهدينا الاعزاء مستمعينا الافاضل، العوده الى المركز الاول والعوده الى الصداره،
والعودة إلى مقدمة هذا التحدي الجميل مع المسار الأول. إذن هناك العودة إلى الشاهنية المتقدمة من هجر الرئاسة محمد بن عتيج بن زيتون. المهيري يأتي مع المركز الأول ولكن بدأ تجاوز، بدأ الانطلاق أيضا من انطلاقة الشاهنية من هجر الرئاسة مع المضمر راشد بن محمد السم المنصوري، وتتقدم من الجانب الآخر هناك الشاهنية من هجر الرئاسة مع التضمير أحمد بن مايد. الخيالي يأتينا في عملية التضمير والتدريب، بينما المركز الرابع في هذه اللحظات هناك نوفا تأتي على المركز الرابع من هجر الرئاسة علي بن ميل. الوهيبي يأتي مع نوف وينطلق على المركز الرابع، بينما المركز الخامس هناك الشاهنية من هجر الرئاسة راشد بن محمد السم المنصوري، بينما سادس المراكز وصول وانطلاق جميل ورائع للغاية هناك مع الشاهنية من هجر الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. سابع المراكز هناك انطلقت فيه وتحركت وجنا من هجر الرئاسة علي بن ميل الوهيبي، بينما المركز الثامن هناك العين من هجر الرئاسة عوض بن مبارك المهيري، بينما تاسع المراكز الشهنية من هجر الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. والمركز العاشر تأتي فيهم طفية من هجر الرئاسة مع المضمر هناك علي بن ميل الوهيبي، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة الأولى، العودة إلى التحديات المستمرة على أرضية هذا الميدان، ميدان الوثبة عاصمة الميادين. ما شاء الله ما شاء الله، بدأ الانطلاق الجميل وبدأ هناك التحدي الرائع والممتاز على صدارة هذا الشوط. بدأ التغيير من الشاهنية من غيرت على صدارة هذا الشوط واعلنت تواجدها وحضورها الممتاز من هجن الرئاسة مع المضمر راشد بن محمد السم المنصوري. الله الله الله، المركز الثاني ثاني المراكز الشاهنية. الشاهنية أتت بالمركز الثاني من هجن الرئاسة محمد بن عتيجة بن زيتون المهيري، بينما المركز الثالث الشاهنية تأتي أيضا من هجن الرئاسة راشد بن محمد السم المنصوري. رابع المراكز الشاهنية من هجن الرئاسة أحمد بن مايد الخيلي. خامس المراكز وصلت في نوفا من هجن الرئاسة علي بن ميل الوهيبي مع خامس المراكز، بينما سادس المراكز بدأ هنا الانطلاق من وجنا من هجن الرئاسة مع المضمر هناك المضمر علي بن ميل الوهيبي. والمركز السابع هنا شاهنية من هجن الرئاسة يأتي مضمرها محمد العتيق بن زيتون المهيري، وثامنا وانطلاقة الشاهنية أيضا على ثامن المراكز من هجن الرئاسة محمد العتيق بن زيتون المهيري. تاسع على العين تأتي من هجن الرئاسة عوض بن مبارك المهيري، بينما المركز العاشر تتقدم في طفية من هجن الرئاسة علي بن ميل الوهيبي. ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة هذا الشوط، إلى تحت تحديات هذا الانطلاق الكبير. إذن الشاهنية ما زالت متواجدة على رأس حربة هذا الشوط، الشاهنية هي المتصدرة حتى هذه اللحظات من هجن الرئاسة مع راشد بن محمد السم المنصوري يتفرد ويتقدم ويتحرك على المركز الأول. المركز الثاني هنا شاهنية من هجر الرئاسة، أما هناك محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ولكن بدأ التغيير أيضا من الشاهنية، بدأت من هجر الرئاسة هناك مع تضمير راشد بن محمد السم المنصوري. تقدمت الشاهنية من هجر الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. خامسا وصلت الشاهنية من هجر الرئاسة أحمد بن مايد الخيالي. سادسا وصلت هناك وجنة من هجر الرئاسة علي بن ميل الوهيبي. سابع المراكز الشاهنية من هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. ثامن المراكز وتاسعا وصلت هناك انطلاقة نوف الواصلة من هجن الرئاسة علي بن ميل الوهيبي، ولكن بدينا بالمنعطف الأخير بالانطلاق الكبير. هنا المنحنى المثير نحو المنصة الرئيسية، بدأ الاتجاه وكل أن يوجه مساره نحو الفوز والانتصار الجميل. إذن الشاهنية من هجن الرئاسة مع المضمر راشد بن محمد بالسم المنصوري هي المتصدرة وهي المترئسة حتى هذه اللحظات في قيادة ورئاسة هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الرحمن، ولكن الوصول المساندة أيضا والسناد يأتي هناك من الشاهنية من هجن الرئاسة مع راشد بن محمد السم المنصوري. ثالث المراكز
تتقدم فيه شانية، ومن هيجنر رياسة محمد العتيق بن زيتون، المهيري رابعا من هيجنر رياسة شانية ومحمد العتيق بن زيتون. ولكن العودة إلى افتتاحية الكيلو المتر الأخير، الكيلو المثير هناك مع هذا المسار الرائع والممتاز للغاية. إذا شاهنية هي بالمركز الأول، والشاهنية تعزز مركز شاهنية بالمركز الثاني لتأتي بالمساندة على ثاني المركز من هجر الرئاسة راشد بن محمد السم المنصوري. ولكن الخطورة وصلت الشاهنية من هجر الرئاسة محمد العتيق بن زيتون. المهيري ما شاء الله تبارك الرحمن بدأ الانطلاق وبدأ الاستعراض الجميل من هذه الذلال المشاركة، ما شاء الله تبارك الرحمن. إذا الشاهنية على الصدارة من هجن الرئاسة راشد بن محمد بسم المنصوري، المركز الثاني شاهنية من هجن الرئاسة راشد بن محمد بسم المنصوري، وصلت الشاهنية من هجن الرئاسة وياتي من ضمرها محمد العتيق بن زيتون. المهيري مع اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، اللحظات المثيرة. الله 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 الله، بدأ الانطلاق، بدأ التحرك، بدأ الانطلاق المثير، بدأ التجاوز والتسلل، ما شاء الله تبارك الرحمن. إذا الشاهنية من هجن الرئاسة مع المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري تعلن وتحسم ناموس هذا الشوط بعد صراع قوي ومثير من بداية هذا الشوط وحتى النهاية. إذا تهانينا والناموس إلى مؤسسة هجن الرئاسة، والتهنئة إلى المضمر المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على هذا الفوز والانتصار، لحظات الفوز والانتصار المثيرة هناك مع خط النهاية. تهانينا والناموس المركز الثاني شاهنية من هجن الرئاسة راشد محمد السم المنصوري، ثالث المراكز الشاهنية من هجن الرئاسة راشد بن محمد السم، بينما المركز الرابع شاهنية من هجن الرئاسة، وخامسا الشاهنية من هجن الرئاسة. مشاهدينا الأعزاء مستمعينا على فاضل، شاهدنا هذا التحدي الكبير والجميل والمثير للغاية، حيث كانت الشاهنية من هجن الرئاسة هناك من هجن الرئاسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري هو من أعلن هذا الفوز والانتصار الجميل، لحظات الفوز والانتصار وفي انتظار التوقيت الزمني. هناك 12 دقيقة 46 ثانية وجزئين من الثانية هو توقيت الشاهنية. هناك من هجن الرئاسة مع المضمر راشد بن، هناك محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما المركز الثاني وصلت الشاهنية من هجن الرئاسة 12 دقيقة 48 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية هي الشاهنية من هجن الرئاسة مع راشد بن محمد السم المنصوري، بينما وصلت على المركز الثالث الشاهنية من هجن الرئاسة وتوقيتها الزمني. هناك 12 دقيقة و51 ثانية بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس لهجن الرئاسة والتهنية إلى المضمر. هناك محمد العتيج بن زيتون، هناك تهانينا وناموس لهجن الرئاسة والتهنية إلى محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من حصل على المركز الثالث بعد وضوح الرؤية هناك في الشاشة المخصصة للتوقيت. تهانينا والناموس.